قصيدا عليم نواه قال أجلا ويأمل كم أمين والفارس سددوا والشعر أعزلوا يا زمانا من الهوى وقصيدا عن النوى قال هجرا ويأمل كم أنشدوا ولحنوا به وكم تغزلوا اسمعوا يا أمة الشعر التي ديوانها وحي وسحر كامل الشعر ديوان العرب عجلي عجلي يا أم عبد الله ما سر استعجالك يا أبا عبد الله أنت تذهب كل يوم إلى الديوان ضحى واليوم تريد الذهاب قبل الضحى وعلى جناح طائر لماذا؟ أنا ذاهب إلى قصر الأمير أبي الحجاج وليس إلى الديوان ألم أخبرك بذلك؟ لا بأس عليك يا رجل فأنت ابن الوظائف والرتب وليس غريبا أن تدخل القصر في الأمر شيء غريب بالأمس قال لي حاجب الأمير ستودع ديوان الإنشاء قريبا يا أبا عبد الله هذا فأل سيء يا أبا عبد الله الحاجب كان يبتسم وهذا فأل حسن نرجو من الله أن يمن علينا بكل شيء حسن يا أبا عبد الله أنا واثق بالله وبقدره وكل شيء يأتي من عند الله فهو حسن أستودعك الله في أمان الله وحفظه في أمان الله يا أبا عبد الله نعم يا مولاي طالت خدمتك في ديوان الإنشاء وآن لك أن تصل إلى مرتبة أعلى من العمل في الديوان كل عمل في خدمتكم يا مولاي يرفع الإنسان إلى أعلى المراتب ويزيده شرفا وزيادة لك في شرف المكانة رأينا أن نجعلك وزيرا جعلك الله حيث تحب يا مولاي ولا أراك مكروها يا سيد الأمراء والملوك أطال الله في عمركم يا مولاي لقد اخترتم رجلا شريفا لمكان شريف سنضم إليك ديوان الإنشاء إضافة للوزارة لأني لم أجد خيرا منك ولا أعلى قلما فأنت رجل قلم لا سيف لا أدري ما أقول يا مولاي بل يجب أن تقول نريد أن نسمع إذا أذن لي مولاي ألهمني فيض كرمه بعض أبيات الشعر قل ما شئت من الشعر فنحن لا نمل شعرك لم أعد الحسام من أدواتي حسب نفسي يا راعتي ودواتي فأنا اليوم تجمع السيف كفي ويراع الكتاب بعد شتاتي شكرا لله أنعما ألبستني حلل البر والرضا معلماتي أنا عبد أقام مولاي شكلي لم أكن أستحق شيئا بذاتي بل تستحق الكثير والكثير ابني محمد ينوب عني في غيابي كالعادة أيها الوزير له السمع والطاعة في كل حين يا مولاي أنا اعتدت أن ألازم لسان الدين
كي أسمع منه الشعر وأتعلم الأدب. نعم الرفيق والمعلم. من سينصرني يا أبا الحسن وقد صار كاتب ديوان الإنشاء الذي يلازم محمدا وزيرا؟ كنت آمل أن يلي الوزارة أحد ممن نثق به أو نركن إليه. وكنت تأمل أن تستميل قلب أبي الحجاج لينظر بعين العطف إلى ولدي إسماعيل. أنت لا تملك غير الوعود والآمال الكاذبة. ماذا أفعل وقد صار الأمير ينفرد برأيه ولا يستشيرني في شيء؟ وماذا أفعل أنا وقد سدت الطرق في وجهي؟ ماذا أفعل؟ بإذن مولاتي. هذا الأمر الأمير يبعدنا عنك كلما سنحت له فرصة. كان يستشيرني في كل كبيرة وصغيرة، وهو الآن لا يستشير أحدا، فهو يميل لهوى ابنه محمد حيث يميل، ولولا حب محمد لسان الدين لما أجلسه على دست الوزارة. اسمع، علينا أن نبدي العطف واللطف لهذا الوزير حتى نجد طريقة نفيد منها لصالحنا. سأكون قريبا منه في ديوان الإنشاء متتبعا لزلاته كي أصطاد منه عفوة أجعلها سهما يصيب منه مقتلا. وأنت لها. هيا. ولدي إسماعيل. أمي، سأموت هنا يا أمي، سأموت. لا تزد قلبي ألما على ألمه يا ولدي، فلا حيلة لي ولم أجد وسيلة أصل بها إلى عفو والدك الأمير عنك. والدي؟ والدي أمير غناطة، ما نصدق هذا؟ لو أنك لم تهذي في أثناء سكرك وترفع الحربة صائحا سأقتل هذا العجوز الخرف وأصبح أميرا لغرناطة. لو 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 ما نفعل الآن؟ لا شيء ينفعنا الآن، حتى الوزارة صارت للسان الدين ابن الخطيب أستاذ أخيك محمد. كل شيء يحبه محمدا يصير بين يديه. أعينيني يا أمي، أريد أن أهرب من هنا. إني أعد العدة للانتقام قبل الهرب يا ولدي. أتمهل. ما كنت أحسب الوزارة سترجقك كل هذا الإرهاق، فأنت تعود بعد صلاة المغرب وتلازم الورقة والقلم. أنا أنظم الشعر يا أم عبد الله، فهو سلوتي وجلاء همي وتعبي. هذه قصيدة في مدح أحد يا أبا عبد الله؟ إنها في مدح خير عباد الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله، مولده الكريم بعد غد. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. أود لو أزور قبره وأحج بيت الله الحرام. وأنا معك يا أبا عبد الله، لا ترحل إلا وأنا معك. إن شاء الله. فأنا أتمنى أن أحج وأعتمر. إن شاء الله. إن شاء الله. أسمعني بعض أبيات قصيدتك. هل كنت تعلم في هبوب الريح نفسا تؤجج لاعج التبريح؟ أهدتك من ريح الحجاز تحية، غاضت لها عرض الفجاج الفسيح. بالله قل لي كيف نيران الهوى ما بين ريح بالفلات وشيح؟ عجبا لأجفاني حملن شهادة عن خافق بين الضلوع جريح.
حسبي ولوعا أن أزور بفكرتي زوارها والجسم رهن نزوحي، فأبث فيها من حديث صبابتي وأحث فيها من جناح جنوحي. لما حططت لخير من وطئ الثرى بعنان كل مولد وصريح، رحمة إله العرش بين عباده وأمينه الأرض على ما يوحي. لهفي على عمر مضى أمضيته في ملعب للترهات فسيح. يا صفوة الله المكين مكانه، يا خير مؤتمن وخير نصيح. أقرضت فيك الله صدق محبتي، أيكون تجري فيك غير ربيح؟ مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديح. صلى عليك الله ما هبت صبا فهفت بغض للرياض مروح. صلى الله على سيدنا محمد، ألف الصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك وأثابك عن هذه القصيدة أحسن ثواب يا أبا عبد الله. هذا أحسن ما سمعته في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إنها نفثات قلب يهفو إلى زيارة قبره الكريم وحج بيت الله الحرام يا سيدي. إن شاء الله يا أبا عبد الله لن يكون ذلك بعيدا عن منالك. من أذن لك أن تكتب مثل هذا وتضع عليه خاتم القاضي يا ابن زمرك؟ أنا اعتدت أن أراجع سيد القاضي أبو الحسن في الكثير من الشؤون، ليس في مثل هذا. اعرض هذا على الأمير محمد واعتذر له عن سوء تصرفك وتسرعك. هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفتني يا أبا عبد الله؟ نعم يا سيدتي، فأنت سيدتي أم سيدي إسماعيل. إسماعيل لم يعد سيدا بل سجينا ينتظر الموت. عافاه الله من كل بلاء، إن هي إلا شدة وكربة تعلمه درسا. أنا ما جئت لأسمع منك عظة أيها الوزير، بل جئت ألتمس منك العون. أريدك أن تسعى لفك سجن ولدي، فهو ابن أمير غرناطة، ولا فرق بينه وبين محمد سوى أن أم محمد أسعد حظا وأكثر حظوة عند أبي الحجاج. لا أستطيع أن أعدك وعدا كاذبا، ولكني سأكلم الأمير ابن حجاج بشأن ولده إسماعيل حينما أختلي به. ألا تستطيع أن تعينه بما لك من منزلة ومكانة ليتخلص من سجنه؟ ولك عندي كل ما تريد. لا أريد سوى رضاكم سيدتي، وإني سأسعى بمكانتي ومنزلتي عند الأمير، وأرجو من الله أن يلين قلبه ويرق على ولده. سيدتي، جاء كتاب الديوان وليس من الحكمة أن تبقي هنا. تفضلي سيدتي، تفضلي. لا دوام إلا لله،
ولا بقاء لغير وجه، لا إله إلا الله. أسمعت بموت السلطان يا أبي الحسن؟ سبقت الأخبار الكتب وشاع في الديوان ما كدر خاطرنا. كنت أريد أن أرسل ابني محمداً لتقديم التعازي إلى أبي عنان بوفاة أبيه، ولكني آثرتك على ابني، فأنت أكثر وأكبر تجربة منه في سياسة الملك ومراسمه. هذا شرف أباهي به أهل الرتب يا مولاي. استعد لترحل بعد غد يا أبا عبد الله، وإذا أردت أي شيء فاطلبه مني الآن. كرمك لم يبقي شيئا أتمناه لنفسي، فقد وهبتني فوق ما أتمنى، لكني أريدك أن تنظر بعين العطف إلى أم أضر السجن بابنها الذي هو ابنكم. هذا أمر لا أحب أن يراجعني فيه أحد يا أبا عبد الله، ولا تنسى أن إسماعيل أراد قتلي، ولا أستبعد يد أمه في دفعه. أنا أقدر لك هذا العطف ورين القلب، ولكني أدرى بأهل بيتي وما يصلح لهم. هل سيطول مقامك في المغرب يا أبا عبد الله؟ أياما لا أكثر، فأنا سأذهب لأعزي السلطان الجديد بوفاة والده، وأذكره بأن أمير غرناطة على العهد الذي قطعه مع السلطان الراحل، ليبقى الاتفاق قائما بين غرناطة والمغرب على حرب الفرنجة والتصدي له. ما الذي يحزنك يا أبا عبد الله؟ إني أرى في عينيك ما لم أكن أراه قبل أيام. لا أدري ما أقول يا أم عبد الله، فأمير غرناطة لا يريد أن يعفو عن ابنه إسماعيل، وأم الشاب تريد أن تتوسل بكل الوسائل لتخلص ابنها من السجن. هذا شأنهم، وإني سمعت من نساء أهل الوظائف وأهل الحاجب أن الأمير ابن حجاج لا يحب أن يراجعه أحد بشأن يخص أهله. صدقتي، فقد حاولت أن أستميل قلبه على ابنه، لكنه أبى أن يسمع مني. لا عليك، فأنت سعيت بخير وصلاح. ماذا تفعل هنا؟ هذا الوزير لن يدعنا ننعم بالراحة يا أبا الحسن، فأنا أحاول أن أجد ثغرة أنفذ منها إليه. لسان الدين لن يترك لك ثغرة يا هلا، عليك أنت أن تجد هذه الثغرة. اسمع، حاول أن تستغل غيابه في المغرب وابحث عن طريقة تجعله يسقط فيها من أعين الأمير وأهله. كيف يا أبا الحسن؟ هل لك رأي تسعفني به؟ ابحث عن أشعار كتبها بخط يده وحرفها بحيث تبدو للقارئ وكأن فيها ميلا للإلحاد، مخالفة للدين أو شيئا كهذا، ودع الباقي لي. الوزير لسان الدين يا مولاي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصابكم مصاب الأندلس كلها يا مولاي، وإني لأدعو الله أن يمد في عمركم لتكملوا مسيرة والدكم رحمه الله وغفر له. تفضل. الحمد لله الذي جمعنا يا أبا عبد الله، فإني كنت أريد أن ألقاك وأجالسك لكثرة ما سمعته عنك وعن أدبك وشعرك وحسن سياستك. تفضل يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي يرفع ذكر من يروى عنه من عباده. وإني يا ابن مرزوق كنت أود أن أزوركم في وقت سرور وانبساط لأطلع على أحوال المغرب، وأن أتقرب من سلطانكم، لأن في تقربنا قوة وتلاحما ترهب عدو الله وعدو المسلمين. كان السلطان رحمه الله لا يغفل عن ذكر ذلك، ويوصي ابنه بالحذر من الفرقة واختلاف الكلمة، ويقول لي: يا وزيري، إن الفرنجة يتربصون بنا، وعلينا ألا نغفل لحظة عن كيدهم. مولاي أمير غرناطة يرى هذا الرأي ويوصي به كل من حوله. الصبر الصبر يا ولدي، فالفرج قريب. الفرج؟ لا فرج حتى يرحل أبي عن الدنيا، ولا أظنه سيرحل سريعا. إنه يتشبث بالحياة بقوة، ولن يترك عيشه ورفاهته إلا إذا تماسك يا ولدي، وتذكر أني أعاني من والدك ابن حجاج مثل ما تعاني أنت، فلقد أهملني وهجرني، وأنا الآن حبيسة مثلك أنتظر الفرج والخلاص. هيا هيا ضعوا الحناء على يدي، فهذا يوم عيد. أحيطوا بالمكان وكونوا على استعداد لصد كل من يحاول الوصول إلى الأمير محمد أو يقتحم المجلس. هيا خذوا أماكنكم. هيا. ماذا تفعل هنا يا ابن زمرك؟ هذا ليس بالعمل الديوان والإنشاء، فلماذا تحشر نفسك فيه؟ أنا أنت ماذا؟ أخرج. ألم يقع الجاني بيد الحرس؟ سنجده إن شاء الله، وسنعرف من وراء هذا العمل ومن تآمر على قتل والدكم. إنما يا مولاي هذا الوقت يحتاج إلى سرعة وحزم، وإني أريدك أن تجلس على سدة الحكم كي أعلن للناس أنك أنت الأمير بعد أبيك حتى تستتب الأمور. كيف هرب القاتل من أيدي الحرس والجند؟ لا أدري، فربما أعانه أحد المتآمرين. رحم الله يوسف أبا حجاج أمير غرناطة وخليفة المسلمين فيها. فليرحمنا الله جميعا، فنحن لا نعلم
ما يكاد لنا في الخفاء. ما دمت حسن السيرة ولم يصدر عنك أذى وظلم فلا تخف. هيهات يا أم عبد الله، لا ينجو أصحاب الرتبة والجاه من أي حاسد وحاقد، وهذا الأمير رحمه الله لم ينجو. الأمير رحمه الله ظلم ابنه إسماعيل، وزوجته أم إسماعيل لا تنسى أن ابنها ما زال في الحبس ولم يعفو عنه. كأنك نبهتني لأمر كان يجب أن لا يغيب عن خاطري. أم إسماعيل وما تعانيه من ألم يحركها ويجعلها تتآمر على الأمير محمد. نبه الأمير محمدا إلى هذا الخطر، انفرد به بعد مجلس العزاء وحدثه بشأن أخيه، عسى أن يعفو عنه ويطلق صراحة. لا عليك، سأتأخر عن مجلس العزاء. العمر نوم والمنى أحلام، متى عسى أن يستقيم مقام؟ هذا أمير المؤمنين ومن به وجد السماح وأعدم الإعدام، سر الأمانة والخلافة يوسف، غيث الملوك وليثها الضرغام. فجعت به الدنيا وكدر شربها، وشكى العراق مصابه والشام. يا ناصر الثغر الغريب وأهله، والأرض ترجف والسماء قتام. وفاك أمر الله حين تكاملت، فيك النهى والجود والإكرام. هذا أول الغيث يا سيدتي، وإن أمرا كهذا سيجر إلى أمور كثيرة، فليس هينا أن يقتل أمير غرناطة ويضيع دمه. لم أنتفع بهذا يا أبا الحسن، فولدي ما زال في حبسه ولم يتحرك أحد منكم. ماذا نفعل؟ لسان الدين سد علينا جميع الدروب، ملأ الممرات في القصر وحوله بالحرس مدججين بالسلاح. ماذا أفعل؟ بما سينفعني هذا الندب والتذلل يا هذا؟ لقد بذلت الكثير من المال ولم أنل غير نصف النتيجة. ستصلك النتيجة كاملة، أنا أعدك بذلك. ما عاد وعدك يغريني يا هذا، ولم أعد أبذل المال إلا بعد أن أستوثق النتيجة. هيا انصرف. إن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا في كل حادث عبرة ننتفع بها في حياتنا يا مولاي، ولا أجل وأكبر عبرة من موت مولانا رحمه الله غدرا على يد قاتل لن ينجو من العقاب. أبي مات شهيدا أيها الوزير. لا أفضل من الشهادة عند الله، ولا أحسن من عمل صالح يكتب لنا عنده. وأرجو يا مولاي أن تجعل ما جاءك من سلطان سببا في زيادة أعمالك الصالحة، وأن تبدأ بأهلك وذوي رحمك فتبرهم وتحسن إليهم، فالأقربون أولى بالمعروف. صدقت يا أبا عبد الله، صدقت، وأرجو أن تعينني على فعل الخير. يسرني أن أكون شريكا في أي عمل صالح يرضي الله، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرق قلبك على أخيك إسماعيل. لا رحمة ولا رأفة لولد عاق استل خنجره ليطعن والده. لو أن أبي عفا عنه لعفوت يا أبا عبد الله. فخفف عنه السجن يا مولاي وارفق بأمه. سأدعو أم إسماعيل وأكرمها، أما إسماعيل فسأخفف عنه إكراما لك أنت يا أبا عبد الله. زادك الله نعمة وإكراما يا مولاي. تخير له حبسا وضعه فيه،
ولا تمنع أمه عن زيارته، وحذاري حذاري أن يهرب من حبسه. سأفعل ما يرضي الله ويرضيك يا مولاي. بعض الشر أهون يا ولدي، وحسن الحال يأتي بالتدرج. أنا في الحبس يا أمي، قفص الذهب لا يختلف عن قفص الحديد. إلا أن الأمور ستفرج يوما ما دام أخوك قد رق لحالك. أنت في رضا وقناعة لا تجعلني أشعر بالارتياح. لقد خدعك محمد ببعض الهدايا وإظهار المودة والعطف. لا يا ولدي، ليس مثلي من تخدع بلعب السياسة، وقد خبرت مكائد الملك ودسائس أهله، لكنني لا أتعجل وأنتظر ساعة أنتقم فيها، وسترى بعينك ما لا يخطر لك ببال. مولاي الأمير، لو أنك بلغتنا بقدومك لحملناك على الرؤوس قبل الأكف يا مولاي. كنت أتفقد بعض الأمور وما يتعلق بشؤون الملك، وأتيت لأطلع بنفسي على ديوان الجند والإنشاء. ستجد كل ما يسرك يا مولاي، فأنا حريص على أن يكون ديوان الإنشاء أحسن ما عرفته دولة غرناطة، فكل شيء مبوب ومرتب، وخط يدي يزين الصفحات مع ما أبديه من رأي، قد يفوت صاحب الديوان وحتى الوزير. وهل يفوت الوزير أمر مهما كان صغيرا؟ كل إنسان يخطئ يا مولاي مهما بلغ من الذكاء والحرص. انظر مثلا، انظر كيف تسرع الوزير في العفو عن متمرد عاص، وأراد أن يقبل فيه شفاعة من بعض أهل القاضي. لولا أنني داركت الأمر فنبهت الوزير فرجع عن رأيه. سر الدين يفعل هذا؟ عن طيبة قلب ونية حسنة يا مولاي. خذ هذا الكيس، وزع على كل واحد من رجالك 10 دنانير ذهبة، وله مثلها إذا تم لنا هذا الأمر. انتبهوا، أريدكم أن تعملوا بخفة وحذر، بخفة وحذر، هل فهمتم؟ وتذكروا، تذكروا أن السيف أصدق إنباء من أي شيء، السيف وحده سننتصر، هل فهمتم؟ هيا انصرفوا إلى عملكم وانتظروا أوامري. هيا. ثار الحرس والجند وأخرجوا إسماعيل من حبسه، والقصر بيده الآن. وأين الأمير محمد؟ إنه في مكان آمن، خذ إليه. هيا. وصل سيدي الوزير. أين الأمير محمد؟ إنه في مأمن ينتظرنا لنرافقه إلى سلطان المغرب، فبينه وبين مولاي الأمير يوسف رحمه الله عهد وذمة. كيف حدث هذا؟ لقد استغلت أبو إسماعيل الفرصة واتخذت من ضعفنا قوة ومن ليننا سلما، وصلت به إلى قلب آمر الحرس وأغرته بالمال. المال؟ حسنا، اذهب وكن مع إسماعيل متظاهرا أنك تعينه على تثبيت ملكه. لكني كنت أريد أن أرافق مولاي الأمير محمد. سأذهب به سالما إلى المغرب. خذ. ما هذا؟ هذا مفتاح خزانتي ديوان الجند، فيها 1000 دينار، خذها واشتري الجند والحرس لينقلبوا على إسماعيل، وعليك أن تعمل من الآن جاهدا لهدم ما بناه. هيا. أفعل إن شاء الله. سعيد سيدي، خذ سيدي الوزير ومولاي الأمير إلى المغرب، واحفظ حياتهما بحياتك. أمرك سيدي، رافقتكم السلامة. يا لقاء. هيا. كيف أفلت منكم هو ووزيره؟ لن يفلت يا مولاي، لن يفلت، فنحن نحكم قبضتنا على جميع منافذ غرناطة.
صدقت يا أبا الحسن، فكل منفذ ومخرج من غرناطة بيدنا. ثلاثة أيام مضت ولم نعثر لمحمد ولسان الدين على أثر. أنا أستطيع أن أفعل ما لم يفعله أحد، لكني مغلول اليد، لم أجلس على دست الوزارة إلى الآن. من وعدك بالوزارة يا ابن زمرك؟ أنا كنت أدير شؤون الديوان وأنوب عن لسان الدين، فلا أحد يستحق الوزارة غيري. بتدبير من أبي الحسن وبسعيه انقلبت الأمور لصالحي، ولا أقل من الوزارة جزاء لرجل سأجعله يمين التي أضرب بها كل عدو وطامع. أنا خادمك المطيع يا مولاي، ويمينك الباترة التي تجتث بها كل عدو وغادر وطامع. أحسن مولاي الاختيار، فليس كأبي الحسن لدست الوزارة. لقد هانت مصيبتنا وخف ثقل البلاء حين بلغنا بلدكم، وكأننا نزلنا في بيتنا آمنين. وأنتم يا سيد الأمير خير من يحفظ العهد ويفي بالوعد. بلاد المسلمين واحدة، ولا غربة لمسلم في بلده إن شاء الله. وإني لا يحزنني ما فعله أخوكم بوثبة الغدر التي أعانه عليها مندس. يحركه طامع من ورائه متآمر على وحدة الأندلس. سنعود قريبا لنعيد الأمور إلى ما كانت عليه ونجتث عروق الخيانة، وإني لا أجد عبارة أقولها لأفي هذا الكرم حقه من الشكر، ولعل وزيرنا لسان الدين أبلغ مني في القول. أنا واثق يا مولاي أن لسان الدين سيطربنا بشعر ينسينا كل همومنا. سأقول ما أريد قوله لمولاي شعرا، عسى أن يجد شعري قبولا حسنا في نفس مولاي. شعرك يا لسان الدين يقع على الفؤاد فيسكن لواعجه. قل يا ابن الخطيب. قصدناك يا خير الملوك على النوى لتنصفنا مما جنى عبدك الدهر. كففنا بك الأيام عن غلوائها، وقد رابنا منها التعسف والكبر، وعدنا بذاك المجد فانصرم الردى، ولذنا بذاك العزم فانهزم الذعر. ولما أتينا البحر يرهب موجه، ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر. وأنت الذي تدعى إذا دهم الردى، وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر. فخذ يا إمام الحق بالحق ثأرنا، ففي ظن ما تأتي به العز والأجر. سأعينكم على أخذ الثأر، على أن أعرف من يستطيع أن يندس في حاشية القصر في غرناطة ويعمل معنا. القائد حزم بن غريب ورجاله يقفون مع إسماعيل ظاهرا ومعنا باطنا، ولهم مال وسلاح. سأمدهم بالمال وأعينهم حتى يأخذوا غرناطة من غاصبها. ما هذا يا ابن زمرك؟ كيف تأمر الخازن بصرف كل هذه الأموال؟ إنها نفقات الديوان يا أبا الحسن، انظر. نفقات الديوان أم نفقاتك؟ لا تعد إلى مثلها يا صغير. هذا جزائي منك بعد أن كنت أكتم صوتك ولا قطعت نفسك، فهم؟
سيدي قل ما عندك، هيا عجل قبل أن يدخل علينا أبو حسن وابن زمرك. لولاك ما لقيت عطفي. هل لك عدو من حاشية الوزير يا ابن زمرك؟ حاشية الوزير؟ هذا سهم من سهام حرس الوزير، أنا أدرى بالسلاح. من هذا الذي يريد قتلك وبأمر من؟ أتظنه الوزير؟ ليس في ظني أو يقيني أحد، أنت المقصود بالسهم ولست أنا. أبو الحسن ينوي التخلص مني. نعم نعم، هذا أمر لا يستبعد. إنه يذكرك بسوء، هذا ما سمعته من بعض الجند. هذا جزائي منك يا أبا الحسن، بعد أن كنت معك في كل ما حدث وفي كل ما خططنا من أجله. كن على حذر ولا تبتعد عني، أنا من سيحميك. الحماية وحدها لا تنفعني، يجب أن أنتقم، يجب أن أرد الصفعة بشدة. هاتي كاس الراح واسقيني اللحظة. هاتي كاس الراح واسقيني اللحظة. متى تصحو لتدبر أمور الملك يا إسماعيل؟ كل ليلة يوقظني ضجيج الغناء وضحك الجواري. دعيني أعوض أيام الحبس والألم والخوف بليالي السرور والحبور. أنا ما وضعتك على العرش لأجل أن تلهو، بل لأجل أن تصبح أميراً مهاباً لا يجرؤ أحد على النيل من إمارته. غدا سأصحو وأجلس لأدير شؤون الملك كما تريدين، دعيني اليوم. ليتك تصحو صحوة لا سكر بعدها. نعم يا أم، سأصحو وأمشي بلا ترنح وتمايل هكذا. الغربة كربة يا أبا عبد الله، رغم ما نحن فيه من دعة واطمئنان في ظل أمير المغرب، ولكن الروح تلف بجناح الشوق إلى حيث الوطن. أنا أكثر منك شوقا وحنينا لغرناطة، لكنني أصبر نفسي بالأمل. طال الصبر يا أبا عبد الله، طال الصبر، والأمل بدأ يخفت في النفوس. لا يأس مع رحمة الله، فأنا أعرف منك بسياسة الأمور، وأعلم أن الصبر يذلل الصعاب ويفتح أبواب الأمل، وأهل الملك يتحلون بالصبر والأمل. سنعود يوما لغرناطة، سنعود إن شاء الله. سقيني. كفى كفى. بالهناء والسرور يا مولاي. أنا آسف للمقاطعة، ولكن هذا أمر صرخ عاجل يحتاج خاتمكم يا مولاي. أين أضع خاتمي؟ هنا يا مولاي، هنا. انصرف الآن، أريد أن أكلم القائد الآن. ها؟ بأمر مولاي. مولاي، أريد أن أبعد بعض الرجال وأستبدلهم برجال من خاصتك. ماذا قلت؟
أريد أن أبعد بعض الرجال وأستبدلهم برجال من خاصتك يا مولاي. لماذا؟ من أجل الأمان والإطمئنان. اقرأ اقرأ يا مولاي. لا داعي، أنت أدرى مني بعمل، انصرف الآن. أمر مولاي. هذا فعل عاشق هاجت له الذكرى فتحرك الشوق في قلبه. أنا كما قلت يا أبا عبد الله، عاشق لغرناطة مفارق لها، والشوق يفعل فعله في داخلي في كل حين. الفرج قادم قريب يا مولاي، فدولة إسماعيل ضعيفة لأنه ضعيف، أسلم أمره لأمه ولأبي الحسن وانشغل بلهوه. ضعف السلطان ضعف للبلاد وعذاب لأهله وقوة للعدو الطامع. جيش غرناطة بيد قائد حازم تطيعه الجند حبا لا خوفا، فهو يدبر أمرا كما تقول رسائله، وتدبير رجل مثل حزم بن غريب يأتي من عقل وتجربة وفطنة. الآمال تعلقنا بحبال واهية أحيانا. لنتمسك بحبل الله ونتكل عليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ونعم بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الأمير إسماعيل، ألا تعرفونني؟ ولدي إسماعيل، إلى أين تأخذون ولدي؟ أنا سعيت بهذا ودبرت وفعلت. الزم مكانك واحفظ لسانك لئلا يقودك إلى المهالك. أخرج ولا تنطق بحرف واحد. صرنا بيدك الآن يا ابن غريب، تستطيع أن تهدر دمنا أو تمن علينا بالعفو. دمك محفوظ ومكانتك في النفوس والقلوب إكراما لمولانا يوسف رحمه الله. ولدي إسماعيل ما مصيره؟ سيبقى في السجن حتى يعود مولاي الأمير محمد ويقول في أخيه الكلمة الفصل. في موقف مثل هذا وتسكبين الدموع يا أم عبد الله؟ إنها دموع الفرح، لا أستطيع أن أتمالك نفسي يا أبا عبد الله. لا بأس عليك، لا بأس عليك، وقد ذهبت الشدة وانقضت الغربة، وما كان بعيدا صار قريبا إن شاء الله. هيا إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أحق الحق ودحر الباطل وأعاد للملك هيبته ولغرناطة مكانتها.
الحق يعلو والأباطل تسفل، والله عن أحكامه لا يسأل. واليسر بعد العسر موعود به، والصبر بالفرج القريب موكل. تاب الزمان لديك مما قد جنى، والله يأمر بالمتاب ويقبل. إن كان ماض من زمانك قد أتى بإساءة قد سرك المستقبل. والله قد ولاك أمر عباده لما ارتضاك ولاية لا تعزل. أرجو من الله أن يديم علينا أيام السرور ويدفع عنا الكرب والمحن، ويجنبنا مثل تلك الأيام التي يجب أن نطوي صفحاتها. إن شاء الله. We'll be right back.